الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دي الله ركن إيمانه إذا إيمان الأرضو إذ ديل ألجنا الشخ بيومرشا. نؤمن بأنهم عبيد بشر لا يعبدون. وإيمان دل بشا أدمش خلر شين عبادة ده حق دوج. وأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لا يكذبون. إشتا تارخ تيش تيشوا يشخرت تبوي. نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. الله هو إن خائت أن يلتير شتاني تير إيمان دلوي. وصفاتهم. تير صفة شتاني. والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. إشتا الله هو تان غدي أشدوا سندل آيات شتا إيمان دلوي. والأخبار التي جاءت عنهم. إشتا تارغ دي اندلوين دي ترش خبر شغل تارتا إيمان دلوي. نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. إشتا دحر بألش آدم خلرت إيمان دلوي. أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. دحر خلو البيمرا نوح خلرت تاني دوش دلوي. خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقت إحر ألش بيمرا محمد خلرت يشل دوي. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. أحق بيمر صلى الله عليه وسلم ويلجو تيحا شيء ألجو شيء بيمر وشا بوشيغا إذا كرستل دو إذا كافر وإذا بوصل دينجور آر ويلا ويز. نؤمن بأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. أحق وإيمان دولا الله وشينتي دلان دولا سردينا دوشة وين حقا أجدر. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. أقر ديك الله مصر الأدمال ديك الأشخ الله. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه لم يكتموا شيئا. تا هما دعتحوا دينعون سر الله وشين إدلان دول دعقا أجدي ألدول ميلهم دعقا أجدي نعون سر. وبذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين. يغى تا شيكو يوتشا شيك ما حيقلق حقا نونتا إذا قاعد جديش